مشاهدينا متابعينا الكرام، التواصل يستمر والتحية تتجدد من ميدان الشحانية لسن الحجائج والمسافة 4 كيلومترات. المقدمة والصدارة والمركز الأول هناك الدوحة، سعود بن صالح بن سالم المري يتقدم مع انطلاقة الدوحة على الصدارة. انتقل مباشرة مع المركز الثاني ومن الجانب الأيمن في هذه اللحظات، والتسلل أيضا على الصدارة والمقدمة. هناك الظبي محمد بن جعفر بن مرخان يتواجد على الصدارة. انتقل مباشرة مع اللي تسللت على الصدارة والمقدمة في هذه اللحظات. هناك أيضا اليمامة محمد بن سلطان بن سعيد المالكي يتواصل وينتقل على الصدارة. انتقل مباشرة مع اللي احتلت المركز الثاني. وصول وتقدم من احتلال مطر بن حمد بن مبارك بن محمد بن مطر المهيري يتواصل على صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني هناك ايضا اليمامة على المركز الثاني محمد بن سلطان بن سعيد المالكي، بينما الوصول والتقدم من المركز الثالث في هذه اللحظات. وصول من مخيفة محمد بن صالح بن عبد الله شعار بن حبتور العامري، بينما المركز الرابع وصول وتقدم ايضا من الحذرة اسليب بن سلامة بن سليمان، ايضا الجهني يتواجد في هذه اللحظات وفي هذا المسار. يا سلام يا سلام، ايضا بينما ايضا الوصول والتقدم من المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام، هناك احتلال مطر بن حمد بن مبارك المهيري يعود الى الصداره. هكذا النداء للخمسه المراكز الاولى المتقدمه. هناك ايضا وايضا الباحثه عن الناموس، الباحثه عن السياره، الباحثه عن سياره هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، الصداره والمقدمه المركز الاول في هذه اللحظات. اليمامة اليمامة ما زالت على الصدارة والمقدمة. محمد بن سلطان بن سعيد المالكي، أهالي السلطنة هنا بدأوا يسيطرون كل السيطرة على الصدارة والمقدمة. انتقل مباشرة مع المركز الثاني، التقدم من الظبي محمد بن جعفر بن مرخان الكتبي يتواجد على المركز الثاني في هذه اللحظات. الشعار الغني دائما عن التعريف. الله يا سلام، المركز الثالث الوصول من احتلال، احتلت المركز الأول في هذه اللحظات. احتلال تعود الملكية للسيد مطر بن حمد بن مبارك المهيري في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات من الحذرة أسليم، أو هناك أيضا سليم بن سلامة بن رويشد الجهني هنا يتواصل في هذا التواصل، بينما هناك أيضا تسلل هناك أيضا الوصول مشاهدينا متابعينا الكرام مخيفة محمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري على الصدارة والمقدمة. راح بن حبتور، راح مع بن حبتور على الصدارة والمقدمة، ولكن أسماء قادمة، شعارات قادمة هنا باحثة عن نقطة ذهبية في ميدان الشحانية. هناك أيضا باحثة عن السيارة، السيارة نيسان بترول وضع في هذا الشوط. من هو سعيد الحظ؟ من هو سعيد الحظ؟ شعارات قادمة هنا باحثة عن الناموس. الله يا هذه الأسماء، الله يا هذه الأسماء، الناموس يحتار ما بين هالشعارات الجميلة. المركز الثاني، المركز الثاني، هناك احتلال مطر بن حمد بن مبارك بن مطر المهيري هنا على المركز الثاني. أتابع المركز الثالث. الله يا سلام، اشوف القدوم هنا، اشوف القدوم والتقدم من شراره بجاش بن عبد الله بن جابر المري هنا وصل على المركز الثالث. وصول من الشاهينيه وتقدم في هذه اللحظات. هناك ايضا من هذه الاسماء وصلت هناك دلما محمد بن ثاني بن محمد بن قطام السويدي، وصل شعار بن قطامي. دخلنا في هذا، دخلنا في هذا الكيلو، الكيلو الاخير، الكيلو الخطير. دخلنا في الغلاف الجوي، بدينا في عد الامتار الأخيرة هنا. شوفوا من القادم، شوفوا من القادم، هناك محمد بن ثاني بن محمد بن قطام السويدي، وصل الدلمة، وصل الدلمة هنا. أيضا أعزائي المشاهدين، بينما هناك مشهورة علي بن طالب بن حمد بن فيدة المري، ولكن أعود إلى الصدارة والمقدمة، أعود إلى المركز الأول هنا. ها هي دلمة هنا أيضا منذ البداية.
البداية. هناك أيضا نبهت وأيضا محمد بن ثاني من محمد بن قطام السويدي. الله يا سلام، 500 متر، السيارة الناموس أين يتجه في هذه اللحظات؟ ولكن الله يا سلام يا سلام، الوصول هناك أيضا، الوصول والتقدم في هذه اللحظات من مخيفة. محمد بن صالح بن عبد الله بن حبتون العامري هنا، عماري العامري هنا. سلام 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 مصانع الجنوب، سلام يا ساد، سلام سلام هناك أيضا. واسعد الله صباحكم من ميدان الشحانية إلى مصانع الجنوب في دولة الإمارات العربية المتحدة. بن حبتون راح هنا مع الصدارة والمقدمة، مع مخيفة 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 على الصدارة. محمد بن صالح بن عبد الله بن حبتون العامري تهانينا، والناموس المركز الثاني. هناك أيضا الوصول من دلما محمد بن ثاني من محمد بن قطامي السويدي المركز الثالث. المركز الثالث مشاهدينا متابعين الكرام، الظفر جاسم بن محمد بن مبارك السعدي ايضا، بينما المركز الرابع وصول وتقدم ايضا وصول وتقدم اللي حامل رقم 46 وصل هناك مشهور علي بن طالب بن محمد بن فهد المري. والمركز الخامس ايضا وصول وتقدم ايضا هناك ايضا كرامه نايف بن عزيز المطيري. هكذا مشاهدينا متابعين الكرام التوقيت الزمني لحظات الوصول مع الصداره والمقدمه 16 ثانيه 7 اجزاء من الثانيه. تهانينا تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل مشاهدينا متابعين الكرام. ايضا وصول وتقدم هناك ايضا مخيفه محمد بن صالح بن عبد الله بن حبتون العامري المركز الثاني. 6 دقائق 15 ثانية 7 اجزاء من الثانية كان من نصيب دلما محمد بن ثاني بن محمد بن قطامي السويدي، بينما اللي احتلت وصلت المركز الثالث. 6 دقائق 18 ثانية 9 اجزاء من الثانية. هناك ايضا وصول وتقدم في هذه اللحظات مشاهدينا متابعين الكرام، الظفر جاسم بن محمد بن مبارك السعدي ما يبنى الاطاري الا في هذه اللحظات.